شغلنا الدير، شغلنا كل الدير، جبنا السلم، بدنا نطلع على الجرس. كل الناس بتشوف الجرس، ما نعرف الجرس صوتهم الحلو، نطلع نشوف اذا عليهم تاريخ واذا عليهم اسم. وصلنا على الجرس، بيت شباب اكيد زيح 2-3 وزيحين تحت، هاي اتفقنا عليها. شغل امين نفاع واولادي 1951، هيدا من اقدم الجراس اللي بنشوفهم اللي عليه تاريخ. انتقلنا لهون، لكن ابنه حاتم اول وحده، سليمان نفاع واولاده وابن عمه حاتم، والثالث بيربح. حسب ذكرتي هذا اقدم جرس بيت شباب بنشوفه لليوم بحلقاتنا. 1899، فارس نفاع واخواته واخوانه.